أستاذ محمد صبحي، حضرتك محامي ال 12 شاب اللي اتقبض عليهم من حوالي 4 أو 5 أيام من عند نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر للمطالبة بأن تيران وصنافير مصرية. تمام؟ أنا عايز أعرف هم اتقبض عليهم ليه؟ الحقيقة ال 12 شاب هم 11 شاب بالغ وطفل صغير، اتقبض عليهم بشكل عشوائي من قدام نقابة الصحفيين على خلفية تظاهرة كانت كانت طلباتها هي كانت التظاهرة معترضة على حالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان. الحقيقة ان تم القبض على المتهمين بشكل عشوائي واحالتهم للنيابة العامة اللي وجهت لهم اتهامات، 5 اتهامات ما بين البلطجة وتعدي على موظف عام وإصابة عقيد شرطة وما بين التجمهر والتظاهر وإتلاف ممتلكات عامة. مفيش دليل إدانة واحد يدين حد من المتهمين. النيابة لما واجهت المتهمين بالاتهامات، جميع المتهمين أنقروا أي علاقة ليهم بأي أحداث عنف أو أي تعدي على موظف عام أو 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 كمان مفيش حد من المتهمين أقر إن هو كان حتى مشترك في التظاهرة، باستثناء واحد بس من الشباب هو اللي قال أنا كنت مشارك في التظاهرة. مين؟ شريف هلال، وقال بمنتهى الوضوح والشجاعة إن أنا شاركت بشكل سلمي. أنا كنت معدي شفت مظاهرة وقفت، اقتنعت الطلبات المظاهرة دي وقفت هتفت مع الناس ومشيت، وبعد كده تم القبض عليا وبعدها تم فض التظاهرة. النيابة طلبت تحريات من الأمن الوطني. الحقيقة ان احنا اتفاجئنا بان الأمن الوطني تاني يوم على طول كان خلص تحرياته وبعتها السيد المحرر محضر الضبط. فجأة راح النيابة وتسأل تاني يوم الصبح، جميع المجني عليهم راحوا وتسألوا تاني يوم الصبح. بسرعة حصلت معاينة، لموا شوية طوب وإزاز من الأرض حطوهم كأحراز للمتهمين. حسيت كده إن النيابة بتخلص القضية بدري وتخلصها بسرعة، وأكني كان الموضوع كله مترتب من قبل كده وهو معروف إن في ناس هيتقبض عليها، الناس دي هيتعامل معاهم 1 2 3 4 نفس أكلاشين الاتهامات اللي بيتحط لهم. مفيش أي حاجة جديدة غير الاستعجال الرهيب للنيابة العامة، غير القضية والأوراق اللي متستفة واللي كانت جاهزة عشان تتحط بمواعيدها. الأمن الوطني واجه بعت للنيابة فيديوهين مجهولين المصدر ومجهولين التاريخ، بيقول إن دي فيديوهات للتظاهرة وإن دي فيها هي دليل الإدانة على المتهمين. لما النيابة عرضت الفيديوهات دي على المتهمين، إحنا شفنا الفيديوهات في العرض، الحقيقة إن الفيديوهات هي دليل براءة المتهمين، مفيش فيها سمة دليل واحد على إن أي حد من المتهمين عمل أي أعمال عنف أو إنه شارك في أي حاجة تخالف القانون. بالعكس تماما، الفيديوهات فيها تجمع لمجموعة من الشباب واقفين بشكل سلمي بحت بيهتفوا تيران وصنافير مصرية، وكمان بيقولوا تحية لنواب مجلس الشعب اللي معترضين على الاتفاقية، بيقولوا احنا اخواتكم وبيقولوا ان الارض دي مصرية، فيش فيها اي اعمال عنف. لكن الحقيقة ان النيابة اعتبرت ان ده دليل ادانة للمتهمين وواجهت المتهمين دي، المتهمين كلهم انكروا تواجدهم في الفيديوهات دي باستثناء شريف اللي قال ايوه هو ده انا، بس انا واقف اهو ما بعتديش على حد. وقال حاجة رهيبة جميلة جدا في التحيات، قال اذا كانت النيابة موجهة لنا اتهام ان احنا قطعنا الطريق وعطلنا المواصلات، هي الفيديو اللي انتم مقدمينه اللي فيه الناس واقفه سلميه، في برضه الداخليه قطعت الطريق وهي اللي مانعه المواصلات مش احنا. الحقيقه ما زال المتهمين محبوسين احتياطي، النيابه حبستهم 4 ايام وقدام جلسه قدام محكمه جزئيه قاضي المعارضات قدام 15 يوم. ان شاء الله جلسه التجديد الجايه هنحاول نعمل رفعه كويسه ونحاول ربنا يكرمنا. احنا حقيقه عارفين ان القضايا من النوع ده الموضوع ما بيبقاش بس قانون، بس يا مسهل يمكن ياخدوا خلال سبيل الجلسه الجايه يمكن القضيه تتحل قبل كده. حضرتك ذكرت في كلامك ان في طفل ضمن المتهمين، الطفل ده مين وعنده كام سنه؟ اسمه محمود مجدي، هو عنده 16 سنه. جميع المتهمين كانوا محبوسين في اسم الجماليه كحاجه بيسموها في داخليه امانات، لكن هم تبع اسم قصر النيل. بعد كده 11 واحد من المتهمين اترحلوا على اسم على سجن 15 مايو، واتبقى الطفل ده لوحده موجود في اسم الجماليه وما زال برضه واخد قرار 15 يوم. حضرتك كمحامي لهذه القضيه ولهؤلاء ال 12 شاب،
مش خايف على نفسك؟ لا الحقيقة لا، أنا بمارس دور المهني ودور القانوني في قضية أنا مؤمن بيها، وربنا يعني ربنا يسلم. آخر سؤال لحضرتك، موقفهم القانوني سليم بنسبة كام في المية؟ أنا أعتقد إنه بنسبة 100% مفيش دليل إدانة على أي من المتهم. 100% ومفيش أي دليل إدانة على أي متهم. شكرا أستاذ محمد صبحي المحامي، شكرا جزيلا.